تعالى نتكلم عن التأثير الإيجابي بالنسبة له سريعا. أولا هو بيمنح القدرة على التفكير، يعني تخليكي تفكري صح. تمام ماشي. وبعدين توصلي أفكارك للطرف الثاني أو لأي حد تاني بشكل مبسط. في واحد يبقى قاعد قدامك كده كأنه شارب ماء مجاري ولا فاهم حاجة، لكن ده من أول من أول كلمة هتقوليها هيحس بإن هو فاهمك. فاهماني؟ مش هيبقى ده التأثير الإيجابي بس، هو ده غير كده كله بقى الله يحفظنا. إنه الناس تركيزها مثلا بيزيد، قوة التركيز. اللي عنده مشاكل في ضعف الذاكرة في الفترة دي يروح لدكتور وهيلاقي نتائج مبشرة. والله يعني الميعاد ده لو راح لدكتور الموضوع يختلف عن لو راح في ميعاد تاني. بيقوي الذاكرة. تمام. يعني لو حد عنده فقدان ذاكرة، يعني دايما اللي بيبقى عنده فقدان ذاكرة بيبتدي يسترجع في تراجع عطاري. تخيلوا بقى، هو بص دايما ربنا عادل، دايما في حاجة كده وحاجة كده، حاجة ضارة وحاجة نافعة.